أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الدعوي في ثاني أيام الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وقد اختارت وزارة الأوقاف عنواناً في غاية الأهمية لهذا الأسبوع الثقافي تحت عنوان سيناء الحبيبة. أما موضوع لقاء اليوم فيدور حول فضل التوكل على الله عز وجل وذم التواكل. يحاضرنا في هذا الموضوع علمان من أعلام العلم والدعوة. يحاضر في هذا الموضوع اليوم فضيلة وسعادة الأستاذ الدكتور حسام الدين موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة القاهرة، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري. وقدري أن أجلس بين عالمين وعالمين لهما ما لهما، حيث الطب والمعرفة والحضارة والثقافة، حيث العلم والتصوف النقي الراقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهما من فضله وعلمه وحكمته. وقبل أن نبدأ كلمات العلم نقرأ الفاتحة على الشهداء من أشقائنا في فلسطين، وندعو الله سبحانه وتعالى لجريحهم بالشفاء العاجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم وأن يثبت أقدامهم وأن يداويهم بدوائه وأن يطببهم بطبه وأن يطعمهم المولى سبحانه وتعالى بطعامه وأن يسقيهم بسقائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء قيادة وشعبا. نسأل الله لبلادنا الحبيبة السلام والوئام والتماسك والترابط. أيها الأحبة، هذا اللقاء الثقافي
لقاء ثقافي دعوي من خلاله ينتشر الوئام وينتشر السلام وينتشر الاصطفاف حول قادتنا، وما زلنا نحتفل بانتصارات حرب 6 أكتوبر العاشر من رمضان الذي سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة عسكرية تغنى بها العالم ويتغنى بها العالم إلى الآن. تحية إجلال وتعظيم إلى قادتنا، إلى قائدنا، إلى قواتنا المسلحة، إلى شرطتنا. تحية إجلال وتعظيم إلى شهدائنا الأبرار الذين قضبوا بدمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة. أيها الأحبة، نبدأ هذا اللقاء بأولى كلمات العلم. هو آثرك يا دكتور. العلم العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم الذي نتعلم منه دوما التواضع، آثر سعادة العلامة الحضاري المثقف الطبيب الأستاذ سعادة الأستاذ الدكتور حسام الدين موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أنا ما كانش مفروض أبتدي خالص عند حضرتك العالم الكبير، يعني أنا عايز أقول ربنا يبارك لك يا رب. يعني طبعا ده شرف، هي تاني مرة أجي في سيدنا الحسين، بس أنا باجي سيدنا الحسين من 70 سنة. ما حدش بقى يقول لي سنك كم سنة، ما حدش له دعوة، بس أنا باجي من 70 سنة. كنت بركب الصبح مع فضيلة المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري، كان هو مقرئ سيدنا الحسين، وكان لازم يقرأ جزء من سورة الكهف، وكان لازم يقول واذكر ربك إذا نسيت، لازم يقولها كل يوم جمعة. ويوميها كنت طفل، فرحت سألته وعمري ما انسى الإجابة والله، قلت له واذكر ربك إذا نسيت، يعني لو نسيت المفاتيح فين؟ لو ذكرت ربنا هفتكرها ولا لما انسى ربنا افتكره؟ قال لي ما اعرفش. قال لي جايز الاثنين. خلي بالكم احنا بنعاني دلوقتي من بسبب الموبايل، فقدان الذاكرة كتير جدا شكوتهم الأساسية ينسى بسبب هذا. ذكر الله يخليك ما تنساش بالآية واذكر ربك إذا نسيت، وسابها مفتوحة، ربنا سابها مفتوحة، نسيت ذكره ولا نسيت شيء الله يعلم. والله عمري ما هنساها. كنا في عربيته وإحنا مروحين بقول له هي نسيت يعني تيجي على مين؟ فيعني ده بمناسبة إن أنا عارف سيدنا الحسين هنا. أما فلسطين وما يحدث الآن، الحمد لله فضل لنا حفظ القرآن، بس طلعت كم مرة ذكر بني إسرائيل أو اليهود؟ أكثر من 30 مرة. ما فيش مرة ربنا مدح فيهم، ولا مرة والله، ولا مرة مدح فيهم، كلها تيجي بالذم. حتى في سورة البقرة في ناس يعني انتوا كلكم قريتوها، بس جايز ما تاخدوش بالكم. انت سيدنا موسى بيقول ربنا بيأمركم تذبحوا بقرة 4 مرات، تتخذون هزوا؟ لا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طب شكلها إيه؟ طب إيه 4 مرات؟ وفي الآخر قالوا إيه؟ خلي بالكم الكلمة الآخر قال إيه؟ الجاء الآن جئت بالحق، يعني كانوا عارفينها، كانوا عارفينها. لما تقول لي الآن جئت بالحق يبقى أنت كنت عارفها، بس هي المجادلة. هم ناس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الأطفال اللي ماتت دي والمناظر اللي انتوا شفتوها
حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله ان ربنا علمنا هذه كلمة، حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد واقف معاهم. حسبي الله ونعم الوكيل، كل واحد واقف معاهم. يا راجل إيه؟ انا عايز اسمع السادة المحترمين اللي عرفونا بحقوق الانسان، عرفونا بحقوق الانسان، وحاجة افتش على السجون عشان اشوف المساجين بيتعاملوا ازاي. اين انتم؟ اين انتم يا بتوع حقوق الانسان؟ يا سفلة، يا سفلة، يا اللي سايبين الاطفال والبيوت تقع ومحدش بيتكلم، كأن هذا بعيد عن حقوق الانسان. ده بمناسبة فلسطين، وربنا ينصرهم يا رب، وده احنا قاعدين في اشرف مكان بندعي عليهم. اما مصر اوعوا تخافوا عليها، والله بقول لكم من قلبي، مش عشان اي حاجة، الحمد لله احنا عندنا جيش قوي جدا، لنا حكومة كويسة جدا وكل حاجة، بس ما تخافوش عليها، مش لكده. مين اكتر نبي ذكر في القرآن؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى ما فيش ثلاث اربع صفحات تلاقي سيدنا موسى كليم الله. تخيلوا هذا النبي اللي ذكر في القرآن كتير جدا، هذا النبي كليم الله، اما جه داخل مصر ربنا قال له العجاز ما وانت داخل، اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس. ما تخافوش على بلد زي دي بتاتا. اذا كان النبي قال له اقلع حذائك وانت داخل، زي وانت داخل المسجد دلوقتي ممنوع تخش بالحذاء، كذلك مصر ما تخافوش عليه. نرجع لموضوع الاعجاز العلمي للقرآن، هقول لكم مثالين، اعجاز علمي واعجاز سنة، ثم ندخل في التوكل والتواكل، لان انا بستحرم ابقى موجود وما اتكلمش في الاعجاز العلمي للقرآن، بستحرم هذا. يعني ده من أجمل الناس اللي في محطة القرآن الكريم، أحمد القاضي، يعني شخصية فعلا مميزة. هنفترض الأستاذ الدكتور أحمد القاضي بيشرب شاي وفي سكر ومكيف ومظبوط، جيت أنا رحت حطيت له مية سخنة على الشاي، يجي يشرب الشاي يلاقي ملوش طعم. أنتوا جايبين لي شاي من غير سكر؟ أقول له لا، أنا ما شلتش السكر من الشاي. امال عملت ايه؟ ظاهرة كلكم عارفينها، خففت الشاي، خففته، ما بقاش يتاكل، ما شرب. ما يحدث في الشاي ممكن يحصل في جسمي. نفس القصة، شربت كوباية مية نزلت في الامعاء، راحت فين؟ على الدم. هتخفف الدم كله، هتخفف الصوديوم والبوتاسيوم والجلوكوز والهيموجلوبين، هتخفف كل حاجة واموت، واموت، كوباية مية تموتني. فسبحانك الله يا رب، في كتاب 400 صفحة، قولوا تاني كم صفحة؟ 400 صفحة، بيتكلم عن النقطة دي، ازاي المية ما تموتناش. 400 صفحة، ربنا عمل اربع اعضاء في الجسم، اذا شافوا المية يتسرعوا برا، لانك هتخففي الدم توديني في داهية. الكبد والكلى والقلب والمخ، الأربعة دول يشوفوا المية تطلع المية، إما في البول طبعا، عرق في النفس أو في البراز. يبقى لنا أربع مخارج للمية. ليه؟ لأن وجود مية في جسمي خطير جدا جدا، يخفف كل حاجة. بلاش مريض الكلى مورم، مورم ليه؟ مش عارف يخرج المية، فقد عضو من الأعضاء المسؤولة عن إخراج الماء. مريض القلب مورم، مورم ليه؟ فقد عضو من الأعضاء المسؤولة عن إخراج الماء. مريض الكبد عنده استسقاء، عنده مية في جسمه، ليه؟ فقد عضو من الأعضاء المسؤولة عن إخراج الماء. واضحة؟ يبقى محدش بقى يقول الدكتور حسام قال في سيدنا الحسين المية تموت. الجسم السليم ما يحطش مية في حق بتاتا. اشرب زي ما انت عايز في السحور، هتعطش قبل الفطار. لماذا؟ لانك خرجت كل المية اللي شربتها.
انت اشرب ميه هتلاقي البول زاد، اشرب ميه في الصيف تلاقي عرقت زياده. خلصت الكتاب 400 صفحه، 400 صفحه. اما بخلص كتاب هذا العقل مش من صناعتي، صناعه الله، فبسجد لله شكر اني فهمته. كان المغرب بيدن، احنا الحمد لله بيتنا قدامه مسجد، نزلت اصلي المغرب اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لقيت الامام بيقول الكتاب في 4 كلمات. الامام بيقول لي الكتاب اللي قريته في 4-5 اشهر 400 صفحه في 4 كلمات. وانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. والله الله. طب دي تفسيرها زمان غير دلوقتي، تفسيرها زمان كان على المياه الجوفيه، انما دلوقتي لا، اتعلمنا ان الجسم السليم ما يخزنش ميه. ربنا بيقولها لها، بيقول لنا من 1400 سنه، من 1400 سنه بيقول لك جسمك ما يخزنش الميه طالما سليم. وانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. اليس هذا اعجاز للساده العلمانيين اللي بيقول لك في ما تدخلش الدين في العلم والعلم في الدين، ده حاجه وده حاجه. مين قال كده؟ مين قال كده؟ ولو طلع تفسير احسن هنقوله، ما فيش اي مشكله. اما الاعجاز العلمي للسنه خطير. الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا يقرا ولا يكتب، الحقيقه علميه عرفناها من 3 سنين. احنا سنه كام؟ 2023، سنه 2020 امريكا عملت ابحاث شديده جدا جدا، قال لك اللي يجري ضغطه يعلى. طبعا بديهيه، لو انا جريت ضغطي يعلى، يوم ضغط النافوخ لازم يتغير. المخ حواليه سائل بيحميه، عشان لو اتخبطت كده ما حصلش حاجه، سائل ميه بتحميه. الميه لها ضغط، الميه لها ضغط، والدم له ضغط. لو جريت لازم الضغط ده يساوي ده، لازم يتغير. طب لو جريت ووطيت، خطيره جدا، خطيره جدا. لو وطيت وانا بجري، ما حدش يقول لي اللاعب اللي بيجيب جون بيسجد، ما حدش يقول لي كده، لان ده رياضي مش مقياس نتكلم عليه نحن. لو جريت ووطيت خطر، فيها خطوره على المخ. الرسول قال كده عليه الصلاه والسلام، اذا نودي للصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون، اوعى تجري، واتوها وانتم تمشون، وعليكم بالسكينه، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ليه؟ لان جايز بجري واخش اليوم ساجدين، اسجد معاهم اروح في داهيه. الذي لا يقرا ولا يكتب، لما يوحى اليه. انا طولت عليكم والله. اما التوكل والتواكل هقول لكم حاجة بسيطة جدا جدا، والله والله ما بدي روشتة العيان إلا أقول له الكلمة دي. أي روشتة العيان بديها له بقول له الكلمة اللي هقولها لكم دي، واللي جه عندي يكشف هيلاقيني هيفتكر. قال له هناك فرق بين العلاج والشفاء. يقول لي مش فاهم، أقول له أنا بكتب علاج، لكن الشافي الوحيد هو الله. وإذا مرضت فهو، لا الروشتة ولا الدكتور ولا الدواء ولا أي حاجة، وإذا مرضت فهو يشفين. إنما هو عمل إيه؟ هو أخذ بالأسباب، هو أخذ بالأسباب، أي توكل على الله. مش جاله عيا وتواكل، قال لا ربنا هيشفيني، ما فيش حاجة اسمها كده. اللي عمل كده بره دنة. لماذا؟ كلكم بتقروا سورة الكهف يوم الجمعة، الصفحة اللي قبل الأخيرة، فأتبع سببا 3 مرات مش مرة واحدة. فأتبع سببا، فأتبع الأخذ بالأسباب. أخذت بالأسباب، لكن إذا خفيت أوعى تفتكر ده دكتور شاطر قوي، ده الدواء عجيب، أوعى تقول الكلمة دي. وإلا يبقى أنت لغيت فهمك للقرآن. وإذا مرضت هو فقط. كان عندي من احسن الدكاتره اللي بيشتغلوا معايا في العنايه المركزه، ولد كويس قوي قوي قوي. كان عندي عيان
طبعا انا بقول له كلام كده بس عشان يهتم يعني. قلت له لو جيت الصبح لقيت العين ده مات هتترفد. طبعا انا عارف اني مش هرفده بس ايه بخ. وكان لسه متعين جديد وواد شاطر جدا اول دفعته. فجاي الصبح بقول له ايه الاخبار؟ لقيته مدلدل وكاشش وجوه نص البلطو يعني البلطو الابيض ده جوه في نصه كده. قال لي العين مات. قال لي انا عملت كل اللي حضرتك قلته بالحرف، عملت كذا وكذا وراني الورقه توفى. قلت له ماشي يلا السرير اللي بعده. شفنا السرير اللي بعده لقيته منفوخ قوي منفوخ. بقول له ايه دي؟ قال لي حاله كانت جلطه في الرئه، واحده ست سنها 65 سنه عمل فيها شغل ما حدش يعمله لدرجه الصبح الست بقى ضغطها كانت داخله ضغطها صفر بقى ضغطها كويس. وانا داخل كده بتقول لي يا دكتور مستشفيتكم دي زي الزفت جايبين لي الفول من غير ملح. قلت لها انت ده انت كنت بتموتي الله يخرب بيتك انت كنت بتموتي. المهم منفوخ قوي. فقلت له يا فلان هو انت اللي موت الراجل اللي فات؟ قال لي لا. قلت له اشمعنى انت اللي خففت دي؟ ما انت ما موتتش دي وكنت كاشش منفوخ على دي ليه؟ ما هو اللي موت ده هو اللي شفى ده. هذا هو الفرق بين التوكل والتواكل. التوكل على الله جزء من ديننا يا اخوانا، جزء من ديننا ان تتوكل على الله. يعني مش هذاكر لكن ربنا هيكرمني وهجيب مجموع. مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ طولت عليكم ومتاسف اني طولت ومتشكر جدا. لا بس الكل سعداء ولا والله احنا الكل مستمتع الكل مستمتع ومنتظرين هذا الحديث يا استاذنا الفاضل. هكذا استمعنا إلى أولى كلمات العلم من سعادة الأستاذ الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة القاهرة، وقد طوف في كلمته حول الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، ثم تحدث عن التوكل والتواكل، وذكر أن التوكل هو الأخذ بالأسباب والاعتصام برب الأسباب. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. لذلك قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله. لم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله، لا، إنما قال لو توكلتم على الله حق توكله. حق التوكل هنا هو التوكل، الأخذ بالأسباب والاعتصام برب الأسباب. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ما زلنا وإياكم ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الدعوي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، في ثاني أيام الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وقد اختارت وزارة الأوقاف لهذا الأسبوع الثقافي عنواناً وهو سيناء الحبيبة، حفظها الله بحفظه، حفظها الله بحفظه، وأنزل على جميع أرض مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، بل على العالم أجمع. فرسالة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هي رسالة عالمية. جاء الحبيب المصطفى فنشر الأمن والأمان والسلام في الدنيا كلها. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وقادة ومفكري وزارة الأوقاف، يتقدمهم
فضيلة الدكتور محمود خليل سيد خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ ربيع اللبيدي مسؤول المتابعة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ أحمد قاعود مدير إدارة أوقاف وسط مدير إدارة أوقاف وسط القاهرة. كل الشكر والتحية إلى جميع العاملين بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونخص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب المسجد، فضيلة الشيخ أيمن منصور إمام وخطيب المسجد. يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رواد مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم، جاءوا حيث يتزودون بالثقافة والعلم. رجل مثقف، رجل حضاري، رجل يعرف حق زملائه، يعرف حق جيرانه، يعرف حق أرحامه، يعرف حق وطنه. فهذه اللقاءات تنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير، وتنشر سماحة ديننا الإسلامي الحنيف. أيها الأحبة، الآن مع كلمة فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في البداية أوجه الشكر لمعالي وزير الأوقاف على هذه الندوات وعلى هذه الأسابيع الثقافية وعلى هذه النهضة التي نشهدها في مساجد مصر، وخاصة في مساجد آل البيت رضي الله عنهم وأرضاه. وسعدت اليوم بأن أكون مشاركا لأستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور حسام موافي، ونحن ننتظر حديثه عبر شاشات التلفزيون والمحطات الإذاعية، واليوم نسعد بأن نشاهده عيانا بيانا، وكلماته كلها تدخل إلى القلب لأنها تخرج من القلب، ودائما نستفيد من علمه وفضله وخلقه. وسعدت بأخي الدكتور أحمد القاضي الذي يقدم هذا الحفل الكريم، وسعادتي أكثر بأنني في رحاب مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وفي رحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال حسين مني وأنا من حسين، فنحن في روضة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليسمح لي أستاذنا الدكتور حسام يعني أقول له 3 معلومات فليصحح لي إذا كان صح أو خطأ. في طبعا أثناء حديثه الشيق أستاذنا الدكتور حسام تحدث بها. أول معلومة عن سيدنا موسى عليه السلام كليم الله. سيدنا موسى ولد عندنا في محافظة الشرقية أستاذنا الفاضل في حتة تسمى تل الضبعة،
اللي هي تسمى قنتير حاليا، البلد اسمها قنتير، والبحر الذي يمر في هذه البلد يسمى بحر مويس، يعني البحر ده من قلب الزقازيق لحد هناك يسمى بحر مويس أي موسى، يعني بحر موسى. لأن كان فرعون موسى في هذه الفترة في هذه المنطقة، يعني كانت عاصمة مصر في هذه الفترة لأربع أسر فرعونية أو فراعنة مصر كانوا في هذه في تنيس وتل الضبعة واللي هي تسمى صان الحجر وتل الضبعة وهذه المنطقة. ثم خرج، عندما خرج من مصر وانشق البحر له وخرج وأغرق فرعون، خرج إلى فلسطين وإلى كده، ثم عاد بقى في المناجاة إلى رب في طور سيناء ونوديها بإخلع عن عليك ديت في كانت في طور سيناء والمناجاة عندما عاد من فلسطين وبيت المقدس. المعلومة الثانية أستاذنا الفاضل، أنا كان لي بحث كتبته عن أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن هذا معنى واحد من معاني الأمية، وأنا عملت بحث في أمية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت إنه كان قبل البعثة والرسالة لا يقرأ ولا يكتب، لكن بعد البعثة والرسالة كان يقرأ ويكتب. والدليل على ذلك إذا نظرنا إلى قول الله تعالى اقرأ، وسيدنا جبريل بيقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، لو العملية قول ورايا، أي واحد اللي بيقرأ ولا ما بيقراش هيقول، اللي بيقرأ ولا ما بيقراش هيقول، لكن بيقول له اقرأ، يقول ما اقرأ في الثالثة اقرأ باسم ربك فقرأ. وهناك حديث أنه كان هذا مكتوب أمامهم في نمط من دباج، يعني في قماش من حرير، اقرأ باسم ربك خلق الإنسان، قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكده قول الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أي كل العلوم تعلمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قبل البعثة لا يقرأ ولا يكتب، لكنه بعد البعثة كان يقرأ ويكتب. يعني أنا كتبت بحث طويل في هذا الموضوع، إن شاء الله بجيب لسدك صورة منه إن شاء الله. النقطة الثالثة وهي في مسألة العلاج، وإن الواحد لازم يأخذ بالأسباب ويروح للطبيب ويأخذ العلاج والرشدة. كان الإمام عبد الحليم محمود له رأي ظريف في هذا ووصفة جميلة جدا في هذا المعنى، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تداووا فإن لكل داء دواء، وقال داووا مرضاكم بالصدقة. فما يجيش واحد يدي واحد 10 جنيه ويقول أنا تصدقت بيها وأنا شفيت ويطلب من ربنا الشفاء، لا، قال إنك أنت تأخذ الأسباب، تروح للطبيب والطبيب يكتب لك روشتة وتجيب الدواء وتتصدق بثمن هذا الدواء، يعني جبت دواء ب 100 جنيه تروح مطلع منه عشان ربنا يجعل فيه شفاء، جبت دواء ب 200 جنيه تتصدق ب 200 جنيه، يعني تشتري الروشتة اللي الدكتور كتبها لك ثم تتصدق بثمنها عشان ربنا يجعل فيه ايه شفاء. قال ده هذا معنى داووا مرضاكم بالصدقة، بهذا المعنى انك انت تشتري الدواء تروح للطبيب وتشتري الدواء ثم تتصدق بقيمة الدواء يوم ربنا يجعل في هذا الدواء شفاء. نعود الى موضوع حديثنا في هذه الليلة وهو عن التوكل، وهناك 3 أمور: التوكل والتواكل والاتكال. فالتوكل كما هو معروف أن شرح الحكاية دي أن تأخذ بالأسباب، لأن ربنا سبحانه وتعالى ربط كل شيء بسبب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني لابد الرزق مطلوب بالسعي، مربوط بالسعي، ما فيش واحد يقول حنام الرسول قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ما فيش واحد يقول حنام والرزق هيجيلي. أصحيح رزقك مكتوب من سن 120 يوم عندما الروح تدب في لأن أحدكم لا يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يؤمر الروح ويؤمر بأربع كلمات: برزقه وعمله وشقي أم سعيد وأجله. دول الأربع أشياء اللي بيكتبوا على الإنسان من سن 120 يوم، ساعة لما بينفخ فيه الروح بينفخ فيه معاه هذه الأربع كلمات. فعملية انك انت تأخذ بالأسباب لابد ان تأخذ بالأسباب ثم تترك النتائج على الله سبحانه وتعالى.
وهذا من الإيمان. يعني إنك أنت إيه؟ أو افرض أنا أخذت من الأسباب ولم يحدث لي ما أردت أو ما قصدت أو سعيت، ولكن رزقي ضيق ما جاليش اللي أنا أتوقعه، أو رحت للطبيب وخدت العلاج وربنا ما شفانيش، أو يعني كلما أخذت من الأسباب ولم يحدث ما كنت أتوقعه أو ما أظنه، مش معناها إن دي فيها عيب أو في وعد الله عيب أو في، ولكن إحنا خدنا إن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر خيره وشر حلو ومر واليوم الآخر، أركان الإيمان. فلابد إن الإنسان المتوكل على الله يؤمن بأنه عمل إلا عليه وسعى، ولكن الله سبحانه كتب له هذا أو قدر عليه هذا، لأن التوكل مرتبط بالإيمان. يعني التوكل مرتبط، إحنا عارفين عندنا الإسلام اللي هم أركان الإسلام الخمسة، الإيمان أركانه ستة، لأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشر حلوه ومره. فأنت مش معناها إنك أنت أخذت بالأسباب وعملت اللي عليك إن لازم يتحقق ما بعد هذه الأسباب، لا، ده أمر تتركه لله سبحانه وتعالى، إذا تحقق فالله كتبه لك، وإذا لم يتحقق فهذا قدر الله فيك. أما التواكل وهو أن تتوكل، تقول ربنا هو المتصرف وأنا هنام في بيتي والرزق هيجيلي، هو وعدني وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرزق هيجيلي أنا وأنا مكاني، ده ولم تأخذ بالأسباب، هذا هو التواكل، وهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الحديث الذي قاله الدكتور أحمد القاضي: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. الحديث ده الوالد نظمه في بيتين، قال ايه: ان التوكل ملجأ يسمو على كل الحصون، فالطير يغدو جائعا ويعود ممتلئ البطون، هو حسبنا وعليه فليتوكل المتوكلون. فالتوكل على الله انك انت تأخذ بالأسباب وتعمل اللي عليك وتسيب النتيجة على ربنا، اللي ربنا بقى ريده يكون. ما تقولش انا توكلت وتقنط وما حصلش، انا سعيت ورزقي ما جاش، انا رحت للطبيب ما طبتش، انا كذا، أنا لا، ده انت عملت اللي عليك وربنا اللي قدره عليك واللي يعني حكم بيه عليك هو حكم الله وإرادة الله وقدر الله. هنا يتأكد الإيمان انك انت فعلا ترضى بقى ان ربنا، انك انت عملت اللي عليك وربنا ما اردش لك ما اردت او ما قصدت، يبقى هنا وترضى، تبقى هنا تختبر ايمانك انك انت رضيت بالقضاء والقدر، رضيت بقضاء الله عليك ورضيت بقدر لك، يبقى هنا تعرف انك انت مؤمن ولا مش مؤمن. ما هو ادي اركان الايمان، أنا عملت كده وبعدين كده، هل أقنط من رحمة الله؟ هل لا أرضى؟ هل 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 هل؟ يبقى أنا ده المقياس عندي في الإيمان، إن أنا أعمل اللي عليا وأسيب النتائج على ربنا، وكما تكون وكما يريد الله وكما يقضي الله فيا. نيجي للاتكال وهو الثالث. يبقى التوكل أخذ بالأسباب وتترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. التواكل انك انت تقول تعتمد على الله سبحانه وتعالى لكن لا تأخذ بالأسباب، وهذا يتنافى مع الإيمان ويتنافى مع أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتكال نوعان، إما أن تتكل على الله سبحانه وتعالى، وإما أن تتكل على مخلوق أو على نفسك أو على قوتك أو على ذكائك أو على أي شيء آخر. فالاتكال على الله سبحانه وتعالى هو من التوكل، هو من التوكل. انت بتتكل على ربنا سبحانه وتعالى معناها انك انت اخذت بالاسباب
وتركت النتيجة على ربنا، يبقى دي اتكال على الله، انك انت اتكلت وعلى ربهم في صفات المؤمنين وعلى ربهم يتوكلون. فهنا يبقى انت عملت اللي عليك واتكلت على ربنا سبحانه وتعالى. اما الاتكال المذموم وهو ان تتكل على غير الله سبحانه وتعالى، تظن ان هذا الشخص يضر وينفع، او ان انا معرفة هذا الشخص هو الدكتور ده هو اللي هيشفيني، وتنسى ان الله هو الشافي، ولكن جعل الطبيب سببا للشفاء، ان هذا الشخص هو الذي سيرزقني والله هو الرزاق، ولكن هذا الشخص يكون سببا في الرزق، ان انا صحتي هي اللي هتحميني، من الصبح صحتك دي هتروح في ليلة او في ساعة او في دقيقة، قد تفقد هذه الصحة، قد تفقد هذا الجاه، قد تفقد المنصب، ان تعتمد تتكل على منصبك، يعني تتكل على الجاه، تتكل، هذا الاتكال هو الاتكال المذموم، وهو اسوأ من التواكل، لان التواكل انت بتلجأ لله بس ما اخسش بالاسباب. يعني التواكل انت بتتكل على ربنا، بتقول انا متوكل على الله وبتلجأ الى الله ولم تأخذ بالاسباب. اما الاتكال على غير الله اسوأ من التواكل واسوأ هذه الاصناف، لانك هنا لا تتكل على الله، تتكل على اشخاص، تتكل على الفرض، تتكل على صحتك، تتكل وتنسى ان الامور كلها تسير بامر الله وبقدرة الله وبقضاء الله، وهو المتصرف في هذه الاكوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه، وأن يحفظ بلادنا وأمنها يا رب العالمين، وأن يحفظ رئيسها وجيشها يا رب العالمين، وأن يحفظ فلسطين يا رب العالمين، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يصبر من عاش منهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه الكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، والذي تحدث فيها عن هذا الموضوع، موضوع اليوم، وهو فضل التوكل وذم التواكل. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. سعادة الدكتور حسام، هو بس نبهني حاجة، مولانا بالجنين برضو القرآن سبحانه وتعالى، سبحان الله، بيوصف خلق الجنين في بطن أمه وترتيب العلم أثبته، العظم الأول ولا اللحم، لكن في كلمة عجيبة جدا جدا أنا وقفت عندها، هل إحنا بنتنفس واحنا في بطن امنا؟ هل احنا بنتنفس؟ الاجابه لا، الاكسجين بيجي لي عن طريق الحبل السري، يبقى الرئه ملهاش فايده، يبقى الرئه ملهاش فايده، انا حاطط رئتين لجنين ما بيشتغلش، هيشتغلوا لما تولد، يبقى الدوره الدمويه مختلفه، الدوره الدمويه الدم بيجي للناحيه اليمين يروح الرئه وبعدين يروح للشمال ويتوزع على القلب. طب هيروح الرئه يعمل ايه؟ ده الرئه ما بتشتغلش، ففعلا الدم يجي الناحيه اليمين ينقل على الشمال دغري. فتحتين لما تولد يتقفلوا. فتحتين، الدم بيتنقل من اليمين للشمال ما يروحش الرئه، الرئه مش شغاله. فربنا عامل فتحتين، اول ما الدم يجي اليمين ينقل شمال دغري. صنع الله. صنع الله فعلا، تمام؟ اول ما اخد اول نفس الفتحتين دول يتقفلوا لوحدهم ويروح الدم للرئه ونعيش حياتنا اللي احنا عايشينها. بصوا الايه بقى بعد الولاده، ثم انشاناه خلقا اخر. خلقا اخر، فعلا الدوره الدمويه اتغيرت تماما،
فتغير كل جسمه. يعني هو جنين قصة، لكن بعد ما تولد قصة مختلفة تماما، ثم أنشأناه فتبارك الله أحسن الخالقين فعلا. شكرا لسعادة الأستاذ الدكتور حسام موافي على هذا التعقيب. نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في ثاني أيام الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.